الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. كما تعلمون العراق الشقيق حقق نصرا تاريخيا كبيرا على العصابات الداعشية في الماضي، وبدأ عملية إعادة البناء والإعمار بشكل ثابت وواضح، ورأينا نجاح هذه العملية تبدى في المرحلة الأخيرة بنجاح العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة التي نتطلع للعمل معها من أجل المضي في عملنا المشترك وتعزيز تعاوننا. نتوجه بالشكر العميق لكل من العراق والأردن على ما نلقاه من الدول الثلاثة. تواجه تحديات عديدة مرتبطة بالجو المناخ الجيوستراتيجي الجيوسياسي القائم، الضغوط الاقتصادية المترتبة على الأزمة الأوكرانية، والأمن الغذائي وأمن الطاقة وما يفرضه من تحدي. كل ذلك يعزز من الحاجة إلى مزيد من التعاون فيما بيننا لمواجهة هذه التحديات، وبالتأكيد أنه التضامن والعمل المشترك من شأنه أن يزيد من قدرتنا على ذلك. مشروع الربط الكهربائي، هل مشروع مستخدم فيه الغاز المصري؟ لدينا التزامات، وهذه التزامات تتعلق بالدستور العراقي بعدم السماح لأي منظمة تستعمل الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار، ولكن في نفس الوقت لا يمكن القبول بالهجوم على الأراضي العراقية. إذن يجب أن تحل هذه المشاكل عن طريق الحوار، ونحن في تواصل مستمر مع العاصمتين لكي نصل إلى حلول لحماية سيادة العراق، وأيضاً لمنع هذه المنظمات أو التنظيمات بالقيام بالعمليات ضد الدول المجاورة. في بغداد لم تكن بدأ العمل على الربط الكهربائي أيضاً مع أشقائنا في العراق، والهدف هو أن نربط الشبكات الثلاث حتى يكون هنالك تعاون مستمر في هذا المجال. أيضا على مستوى التعاون التجاري الاقتصادي أيضا تم توقيع عديد الاتفاقات وبدأ تنفيذها. في قطاع النقل أيضا تم تنفيذ التوافق على عديد من المجالات، فبالتالي الإنجاز مستمر.